أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في البلد، فحكايات البلد تتواصل دائما والكثير من القضايا تصل إلى صندوق شكاوى في البلد، نعالج ونطرح ما نستطيع أن نطرحه خلال هذه الحلقة ونرحل الجزء الآخر إلى حلقات قادمة. في برنامجي في البلد وفي حلقة هذا اليوم الكثير من القضايا، بعضها يتعلق بالوضع المالي وقضية الشيكات المعادة، والجزء الآخر يتعلق بمناشدات وشكاوى وصلت من الخليل ومن قطاع غزة. فقرتنا الأولى التي نعالجها اليوم موضوع الشيكات الراجعة أو الشيكات المعادة. بداية نكون مع هذا الاستطلاع الذي أجرته الزميلة لميس أبو صالح، ونعود للتعقيب على هذا الموضوع. سلطة النقد لو تضع قانون أنه اللي الشك يصرف للمستفيد الأول، يعني أنا معي شك، معي دفتر شكات، بعطيه مثلا لتاجر، بصيرش التاجر يروح يعطيه لتاجر ثاني وتاجر ثالث وتاجر رابع، فهيك بتعمل بلبلي وشرك. كمان بالنسبه للشكات الراجعه، اول شيء عندنا هون احنا صار الواحد بيركن على الشكات الراجعه انه بده ينحبس 91 يوم، وصار الناس بتستعملها وسيله نصب وسيله احتيال، وكثير ناس خلص بتركن انه بنصب ب 100,000 وب 200,000 مركن انه بنحبس 91 يوم. هلا لو في قانون رادع انه بنحبس الواحد سنه، ما بيقدر ثاني مره يرجع شك او ما بيقدر يكتب شك الا ليكون عامل حساب. قضيه الشكات الراجعه بالنسبه للوضع الحالي خطيره جدا. اول شيء تعامل بالشكات صار شيء روتين عند الناس، وقضية النصب بالشكات كتيرة، وقضية البنوك اللي بتفتح مجال للتعامل بالشكات وبتعطي شكات دفاتر شكات بدون مقابل، هاي شيء سهل للناس انها تصير في تجار أو ناس عادية تأخذ شكات لقضية النصب والاحتيال. أول شيء هي الشكات الراجعة هي خطأ من البنوك اللي هي صارت تصدر دفاتر شكات لكل الناس، يعني هلأ واحد معاه سن القانون إنه يفتح حساب صار إنه يفتح حساب ويطلع دفتر شكات. تاني إشي عندك صارت السيولة بين إيدين الناس شحيحة من وراء دفتر الشكات، يعني اللي هو قدرته إنه يشتري سيارة قيمتها ب40,000 شيكل صار يقدر يروح يشتري سيارة حقها 200,000 شيكل يدفع ال40,000 شيكل اللي معاه دفعة أولى والباقي كلهم شكات، سواء هو معاه أو معاهوش. يعني هي الشكات هو مصدر إغواء للناس، صاروا يشتروا اللي بدهم إياه من خلال دفتر الشكات. في مشكلة عندنا في المؤسسات البنكية إنه فتحوا للقروض كتير وفتحوا للشكات كتير، صار في عندنا عدم اتزان مع السوق المحلي، يعني صار واحد بيشتري على طريق الشكات أكثر ما احتياجاته وأكثر من رأس ماله، فصارت الشكات ترجع بكثرة لأنه أصلاً فيش سيولة اللي تغطيها. إذن كانت هذه آراء المواطنين حول الارتفاع الكبير الذي شهده الربع الأول من العام الجاري بنسبة الشيكات الراجعة أو المعادة، والتي ارتفعت بنسبة 13% وبقيمة تصل إلى 287 مليون دولار. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور طارق الحاج المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية. أسعد الله مساك دكتور. الخير بشار جميع المشاهدين الكرام. يعني هذا الارتفاع الكبير 13% ارتفاع في نسبة الشيكات الراجعة 287 مليون دولار قيمتها الكلية، ما السبب وراء كل هذا الارتفاع؟ يعني السبب الرئيسي الأول هو تدهور الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بسبب الأحداث التي نعيش سواء داخليا أو في محيطنا العربي أو حتى في محيطنا الدولي. السبب الثاني صحيح بيتعلق باعتماد الكثير من الباعة والمشترين للأسف الشديد جدا على كوسيلة للدفع ولتسوية الحسابات فيما بينهم، حتى وصل الأمر عند البعض إلى الشيكات، يعني بمعنى آخر نقلها من يد إلى أخرى.
والسبب الثالث بأنه العقوبات المفروضة على الذي يصدر شيك بدون رصيد، سواء كانت العقوبات البدنية اللي هي المتعلقة بالحق أو العقوبات المادية المتعلقة بالغرامات، هي غير رادعة إطلاقا، بل هي للأسف الشديد جدا مخففة. وأخيرا أخي بشار، بعتقد أصبحت تتنافس فيما بينها لتقديم خدمات للعملاء، ومن ضمن هذه الخدمات التي تقدمها البنوك هي السهولة في منح الشيكات كي تجذب عملاء وتنافس البنوك الأخرى. هذه العوامل الأربعة الرئيسية التي للأسف أدت إلى هذا الارتفاع. طب دكتور، يعني في موضوع إصدار الشيكات من قبل البنوك، المعروف أن هناك قانون متبع وملزم لجميع البنوك صادر من سلطة النقد الفلسطينية، والبنوك هي ملزمة بالمعايير المحددة. هل هذا معناه أن هناك تجاوز للمعايير ربما؟ شو هو المعيار الأساسي أخي بطبع، عشان أكون واضح، يعني هل هناك خلل أيضا في المعايير تقصد؟ يسلم تمك، يعني هذيك أنت حكيت ما شاء الله عليه. شوف، هو أنت روح افتح حساب في البنك بمبلغ معين وبيحددوا لك نوع الحساب، وإذا في لك سمعة جيدة وعلاقات جيدة تحصل على دفتر الشيكات، وبالتالي أدائك الائتماني قد يكون في الشهور والسنوات الأولى رائع جدا، ومن ثم تقع الفاس بالرأس. إذا المعايير اللي بتوضعها حتى القوانين والتعليمات التي تضعها سلطة النقد الفلسطينية هي قوانين بإطار عام، وتكون بتفاصيل منح الشيك. تفاصيل منح الشيك والرصيد ونوع الرصيد وكمية المبلغ وشروط منحه، هذه تدخل فيها إدارة البنك نفسها. لهذا السبب التفاوت ما بين بنك وآخر في التسهيلات التي تقدمها، ومن ضمن هذه التسهيلات منح الشيكات. طب هذا الوضع القائم حاليا في موضوع وجود ملايين أوراق الشيكات، يعني كيف يمكن سواء للبنوك أو لسلطة النقد معالجته؟ هل بإصلاح منظومة القوانين، بتعديلات، بتشديدات، أم ماذا بالضبط؟ شوف، هلا المعالجة واردة حاليا، رايحة تكون الآن سهلة إذا فرعنا التدخل، والجهة الوحيدة التي تستطيع أن تتدخل هي سلطة النقد الفلسطينية وليس أي جهة سواها، بالإضافة، عشان أكون دقيق معك، بالإضافة إلى القضاء الفلسطيني. يعني إحنا بنتكلم عن منظومة قوانين، ليس فقط المصرفية التي تصدر من سلطة النقد، بل القضائية التي يتولى أمرها القضاء، حتى الجلب القضائي من خلال الشرطة. هلا المعالجة الصحيح لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت العقوبة رادعة جدا، ليس فقط على الذي يصدر الشيك بدون رصيد، بل أيضا على الجهة التي تمنح دفتر الشيكات. يعني المنافسة يجب أن تكون راقية وشريفة، وتحافظ على فيما بين البنوك تقصد. يسلم تمك، وتحافظ على السيولة الفردية في فلسطين. أخي بشار، عملية التهاون بعدم ملاحقة وإيقاع العقوبة على من يصدر الشيك بلا رصيد، وعلى الجهة التي تمنح هذه الشيكات، عملية التهاون سوف تؤدي إلى زيادة النسبة اللي تفضلت وحكيت عنها 13% إلى أضعاف مضاعفة. هذا يعني أنه على المدى القصير وليس البعيد وليس المتوسط، ستكون السيولة هي عبارة عن شيكات متداولة بين التجار، وعندها بعتقد رايح يكون من الصعب بمكان أنه إحنا نعالجها. وإذا سمحت أخيرا كمان، المجتمع، عقلية المجتمع بتلعب دور. يعني إحنا نسيجنا علاقاتنا الاجتماعية بس ما نظلها طيبة، يعني ما بصير إحنا تدخل العشيرة وتتدخل القبيلة وتدخل الوجهاء عند هذا البنك أو عند صاحب القرار أو عند اللي يوقع العقوبة، من شان يعني اللحية وبوسة فنجان القهوة، بديش أحكي أكثر من هيك، إنه يعني نمشي الأمور أو نجير الأمور أو نترك الملف إلى ما لا نهاية. هذه المنظومة يجب أن تكون متكاملة، لذا أدعو من خلال فضائية النجاح الرائعة لأنه يكون في هناك ورشات عمل تدعو لها سلطة النقد الفلسطينية، تكونوا أنتم شهود عليها، ويطلعوا يكون منظمات المجتمع المدني ووجهاء العشائر
والقبائل من شان إحنا نخرج بصيغة تحافظ على اسم التاجر والمواطن الفلسطيني، على اسم البنك الذي يصدر الشيكات، وعلى اسم سلطة النقد الفلسطينية، وبالتالي نحافظ إحنا على النقود التي هي عصب الحياة، ريان الأكل والشرب والخدمات في أي دولة. يعني إحنا أود التنويه لنقطة دكتور، في كل قضية تطرح في برنامج في البلد نحاول دائما استضافة ذوي الشأن المباشر بالموضوع. اليوم تواصلنا مع سلطة النقد وكان هناك حديث أولي على حديثهم اليوم ضمن برنامج في البلد، لكن لاحقا كان هناك عذر لهم واعتذروا عن المشاركة، فاقتضى التنويه عن هذه النقطة، لم نتمكن من الحديث معهم واستضافة سلطة النقد في هذا الموضوع. أبقى معك أيضا دكتور، هذا الواقع القائم 13% نسبة الشيكات المرتجعة مبلغ 287 مليون دولار، كيف ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني بهذا الواقع؟ يعني أول شيء أنت بتتكلم عن عن عن, عن حركة سلع وخدمات ما منتج ومستهلك، ما بين بائع ومستهلك بدون ما يكون في هناك سيول. يعني الورقة هي التي توفر لي السلعة أو توفر لي الخدمة. عدم توفر السيول يعني عدم مقدرة المنتج والتاجر بأن يشتري سلعة جديدة كي يوفرها إلى المواطن الفلسطيني، وبالتالي إحنا بنأثر على العملية الإنتاجية، وإذا أثرنا على العملية الإنتاجية معنى ذلك بأنه إحنا رايحين عاجزين أمام توفير الرواتب والأجور أو توظيف ناس جدد، لأنه مش رايحين نقدر نتوسع إحنا في الإنتاج، إذا مؤشر البطالة سوف يرتفع، وبالتالي عندما تنقطع الدخول إذا مؤشر يرتفع في فلسطين. هذا جانب. الجانب الثاني الثاني أنه ببطل في هناك ثقة ما بين الباعة وما بين المشترين، لأنه الشك هو بيحفظ حقي، عندما لا أستطيع أنا أن أحفظ حقي ولا أستطيع أن أحصل على عملي كاش سيولي، يعني إذا لا أستطيع أن أبيع وأشتري، إذا أنا عطلت الحركة التجارية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني. إضافة إلى ذلك بيكون في عندنا مشكلة المحاكم أخي بشار، مشكلة المحاكم ومشكلة القضاء هذه في إلها تكلفة، لأنه القاضي ولا الشرطي بيجلب واحد أو يحاكمه واحد، معنى ذلك بأنه في تكلفة للتنكل، في تكلفة لفتح الملفات لإدارة الملفات. هذه التكلفة بعتقد إذا بدنا نحسبها، وإن شاء الله في يوم من الأيام إحنا وياك بنحسبها، رايحة تكون هذه بمئات الملايين من الدولارات. إذا هذه تكلفة على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية التي هي بحاجة إلى أي ظهر ولا نستنزف منها أي شكل. إضافة إلى ذلك مصداقية المنظومة التجارية في فلسطين سوف تضرب، وعندما تضرب مصداقية المنظومة الاقتصادية في فلسطين إذا سوف نلجأ نحن إلى بدائل. خوف إنه هذه البدائل إنها تكون منصبة على الجانب الإسرائيلي. واعذرني إن قلت لك وللمشاهدين الكرام، ليش إحنا بنتعامل مع المستوردات من إسرائيل التي تشكل أكثر من 85% من التجارة الداخلية من إسرائيل عندنا، يعني ليش نتعامل معهم بالكاش وإحنا مع بعض بنتعامل عمان بالشيكات؟ يعني ألسنا نحن أولى نقودنا بين أيدينا عوضا من أن نستنزفها ونرسلها ونهديها إلى الجانب الإسرائيلي التي منها ضريبة إلى الجيش الذي هو قاسم الآن على حدود قطاع غزة وعلى كل مدينة وخيم في فلسطين؟ دكتور، يعني هناك من يقول أن ربما ليس المواطن هو الذي يتحمس لاستخدام أو يتشجع لاستخدام الشيكات بقدر ما هي ارتفاع نسبة المنافسة بين التجار في القطاع الواحد، يبدأون بتقديم تسهيلات مغرية جدا، شيك ب500 شيكل أو ب1000 شيكل لشراء سيارة أو ما شابه، فرأس المال هو من أتاح وليس المواطن هذه الآلية في التعامل. يعني خلينا نقول كالتالي، إحنا سوء إدارة رأس المال هي التي أتاحت لذوي النفوس الضعيفة، وللأسف صاروا يكثروا، صار في عندنا تخمة عندهم، سوء إدارة رأس المال، أصحاب رأس المال لتجارتهم هي التي فسحت لهؤلاء بأن يتسللوا
في ثنايا الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية النقية الفلسطينية. والسبب اللي خلاهم يعملوا هيك للأسف الشديد جدا إما عن قصد وإما عن غير قصد. إذا كان عن قصد هنا مصيبة كبيرة، لذا يجب على سلطة النقد الفلسطينية أن تميز ما بين الذي يستغفل في الحصول على شك أو يصدر شك بدون رصيد ويغرر به، وما بين الذي يعمل بعقلية منظمة لتخريب الاقتصاد الفلسطيني ويصدر شيكات عمدا بدون أي رصيد أو شيكات مرتجعة. التجار للأسف الشديد جدا، التنافس الغير شريف أيضا الذي يحصل فيما بينهم، وأنا لا أعمم، أنا بحكي عن الذين يعتمدون كثيرا على الشيكات المرتجعة. هؤلاء التجار اللي بينهم هذا النوع من التنافس والذين يسعون إلى الربح الفاحش هم طبعا جزء من هذه المنظومة التي أوقعتنا بهذه الدوامة من الخلل الوظيفي التي يجب أن يقوم بها الشك. لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن نلغي دور النقود ويحل محل النقود الشك. هذا خلل قاتل، والمسؤول الأول والأخير عنه، وأنا بحكي لك بكل صراحة علمية ومهنية، هو البنك المركزي، وفي حالتنا هي سلطة النقد الفلسطيني. أي مواطن في العالم لا يمكن أن يرضع إلا إذا مديت إيدك على جيبته. هلأ بالنسبة للتجار بشكل عام، سامحهم الله، يكتفون بالربح القليل ويستطيعون أن يبيعوا أكثر، وبالتالي حركتهم التجارية بيكون فيها بركة أكثر. والأهم من هيك أخي بشار، أنا طولت عليك، اعذرني. إحنا اللي طولنا عليك. المشكلة يا بشار، المشكلة كمان في 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 عدم تسجيل الشيكات. يعني في البعض بيجمع شيكات من شان ينتقم من الآخر، وهذه برضو مشكلة أصبحت. يعني أصبح الشيك يستخدم لتصفية الحسابات. نعم، تمك لتصفية الحسابات، سواء ما بين شو بدي احكي لك، ما بين الاقارب او ما بين التجار او ما بين البنوك فيما بينها. اذا والاقتصاد الفلسطيني للعلم اخي بشار ما بتحمل هذا العدد الهائل من الشيكات وهذه القيمه العاليه من الشيكات، لانه اصلا احنا بجوز لحسن حظنا فيش عندنا عمله وطنيه. تعرف لو في عندنا عمله وطنيه كان تكدست لدينا العمله الوطنيه واصبحت الشيكات هي وسيله البيع والشراء، وهذه بحد ذاتها مشكله لاقتصاد اي دوله. والاهم من هذا كله بانه عدم استخدام النقود يعني امرين. طب دكتور، يعني قبل الامرين، يعني مبلغ 287 مليون دولار خلال 3 شهور، قياسا بحجم الاقتصاد الفلسطيني، كيف تنظر الى هذا الرقم؟ يعني شوف انت لما تقول حجم الاقتصاد الفلسطيني، يعني انت تجارتك البينية ما بينك وما بين الاسرائيل فيها عجز تقريبا 360 مليون دولار. انت بتتكلم عن نمو في الاقتصاد الفلسطيني، هذه حسب تقارير البنك الدولي وهي عالية جدا، هي تقريبا 3% سنويا، وانا بقول لك الرقم اقل من هيك بكثير. انت بتتكلم عن 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 متوسط، يعني حصة المواطن الفلسطيني اخي بشار من الناتج القومي الاجمالي تقريبا 1735 دولار سنويا، ومتوسط الاجور انت بتعرف بان بهذه الحدود تقريبا. وبالتالي انت بتتكلم عن قيمة شيكات ب 287 مليون دولار، هي اعلى بكثير من كل المؤشرات الاقتصادية العامة اللي انا ذكرت لك اياها. بمعنى اخر بانه ما يتم تداوله من نقود، يعني كاش، الكاش في التجارة الفلسطينية هي اصبحت لا تشكل الا ربع مما يتم تداوله من سلع وخدمات بالشيكات. لما تقول انت تقريبا الشيكات هي تحتل 3/4 التداول التجاري في فلسطين، معنى ذلك بانه في هناك 3/4 من السيول النقدية احنا ما بنعرف وين بتروح، وهنا تكمن الخطورة بكل صراحة. اسمح لي اشكرك البروفيسور طارق الحاج، استاذ الاقتصاد والمحلل السياسي في جامعة النجاح المحلل الاقتصادي عفوا واستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، كل الشكر لك.
إذن كانت هذه هي القضية الأولى ضمن برنامج في البلد. القضية التالية من محافظة أو مدينة الخليل وبالتحديد من البلدة القديمة، مراسلنا هناك الزميل علي الجعبي زار المنطقة واطلع على الكثير من مشاكل السكان، نتابعها سويا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي فضية النجاح في هذا اللقاء الخاص، حيث سنستعرض إياكم بعض المشاكل والأمور التي يعاني منها سكان منطقة تل رميدة وشارع الشهداء، حيث يعانون من نقص في أمور كثيرة، ويعني يناشدون البلدية بضرورة التحرك من أجل حل المشاكل التي يعاني منها سكان هذه المنطقة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع سنتحدث مع أحد سكان هذه المنطقة، عبد المجيد الخطيب، وهو رئيس جمعية إبراهيم الخليل الخيرية، طبعا لنتحدث وإياه عن معاناة سكان منطقة تل رميدة وما يحتاجونه من خدمات في تلك المنطقة التي تعاني الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي. بداية مساء الخير. مساء النور، أهلا، يعطيك ألف عافية. لك عافية، أهلا وسهلا، خليك يا ربي. صديقي أستاذي، يعني لو تحدثنا عن موضوع الأمور اللي بتنقصكم في منطقة تل رميدة وشارع الشهداء، وإيش رسالتكم لبلدية الخليل؟ والله احنا اول شيء بالنسبه لموضوع رسائلنا للرساله لبلديه الخليل، بالنسبه لموضوع الكهرباء والمية والخدمات الصحيه اللي موجوده، والان احنا في بينه وبين البلديه صار كلام احنا ورئيس البلديه على اساس الكهرباء والمية، على اساس انه ما يعرفوا بقيه المنطقه بالنسبه لموضوع الكهرباء والمية. كباقي مناطق تانية زي بلد القديمة اللي هي كمان شارع الشهداء، فهذه المنطقة يعني محاصرة من جميع الشقات، من جميع، في بوابات إلكترونية موجودة، وإحنا الآن في سجن، يعني مسجون واحد، إحنا أسر بحالة مسجونة، والبلدية وعدتنا مرتين وثلاثة وأكثر إن على أساس إنها تعافي الناس جزئية من الكهرباء والمية، ففي بعض سامحتهم في بعض ما سامحتهمش، وهدول اللي ما سامحتهمش داخلين جوات المنطقة، وإحنا حكينا لهم قلنا لهم كرئيس بلدية الخليل وافقوا على الموضوع هذا وبعثنا له أسامي، لحد الآن الأسامي ما إجا رد إلها. قلنا لهم هدول الساكنين داخل البوابات بتقدروا أنتوا مجموعة من مهندسين أو مجموعة من بلدية موظفين يجوا يتفرجوا ياخذوا الأسامي، وكل ضارب دار على أساس أنهم يكونوا مطمئنين في هذا الموضوع. لكن الموضوع الثاني بالنسبة لموضوع حديقة الأطفال، حديقة الأطفال وفي كمان مركز النسوي، إحنا سوينا موافقة بينه وبين البلدية على أساس تشغيل هذه الحديقة وتشغيل بيت النسوي. وين موقعها هاي الحديقة؟ راح بتل رميدة بالضبط، يعني في نص تل رميدة الموقع، هم بيعرفوا لأنه احنا سوينا اتفاقية مع الرئيس الأسبق. فإحنا يعني مع داود الزعتري، داود الرئيس البلدية الأسبق، إجا رئيس البلدية الجديد هو أبو محمد، طبعا حكينا له وقلنا له أنه في اتفاقية، قال أنتوا في عندكم صار في خلل في هذا الموضوع، وانا بقدر شقيت اني اسلم هذا المشروع لانه في خلل في هذا الموضوع. انا لا يا عم ما فيش خلل من مره، اللي بيحكي لك انه في خلل تفضل تيجي تزورنا انت او بتبعت ناس على اساس انه احنا نحل الاشكال اذا كان في خلل. احنا ما في عندنا خلل، احنا في عندنا تشغيل، وبناء على التشغيل طلبنا 3 موظفين يكونوا من نفس المنطقه بس ما يكونوش موظفين في بلديه الخليل، وداود الزعتري وافق على هذا الموضوع وعطيناه الكتاب وبعثنا لهم الكتاب هذا. بعد ما راح الزعتري اجانا اللي هو الاستاذ تيسير ابو سنين، حكينا له نفس الموضوع، قال انا فيش عندي بتخولش ان انا اوظف اي انسان إن كان، بدي اشوف كيف الموضوع. فحكينا له انه احنا في موافقه بينه وبين البلديه تشغيل هذه الحديقه، تشغيل بيت النسوي. قال انا بوعدكم تجتمعوا مع واحد اسمه محمود ابو صبيح على اساس انكم تتفقوا معه. شو بقول محمود ابو صبيح؟ احنا جاهزين برضه. حكينا مع محمود ابو صبيح، قال يا عم احنا كرئيس البلديه بعتكم، احنا يا عم برضه شو بقول رئيس البلديه؟ احنا موافقين. فصارت بين رئيس البلديه وبين محمود ابو صبيح، فانترك الموضوع هذا، وعودنا رجعنا كمان مره وكمان مره على اساس انهم يشغلوا لنا اياها هذه تشغيل البلديه. وهذا الأمور كثير كلفت الحديقة مصاري، يعني مش كلفت 1000 شيكل و 2000 شيكل، كلفت من فوق 150-180 ألف شيكل كلفت. فالمفروض البلدية إن هي تشغل الموضوع هذا، ها، لأن الجمعية ما بتقدر على هذا المشروع. احنا بنيناه وسويناه وعملناه بس ما بنقدر على هذا، موظفين وكهرباء ومي وخدمات وصيانة، ما بنقدر عليه الكلام هذا.
فإلى حد الآن شغلة على القبيل وبين رئيس البلدية، إن شاء الله بوافق رئيس البلدية بنحل الإشكال هذا. طيب في حال أنه كانت موجودة هاي الحديقة، شو ممكن تعمل عندكم في المنطقة في تل الرميدة في شارع الشهداء؟ نعم نعم، هذه الحديقة أول شيء الحديقة بنحكي عن مركز الناس، بالنسبة لموضوع الحديقة إحنا أصلا نفتقر أنه يكون في عندنا إشي للأطفال، لا عندنا ملعب ولا عندنا منتزهات ولا عندنا أي شيء، فكرنا في هذه الحديقة. وطبعا تعاوننا احنا والقوات الدوليه وتعاوننا احنا ومنظمه الصليب الاحمر على اساس انه نتفق مع بعض ويسوون المشروع هذا، وفعلا سووا المشروع هذا. الا ان البلديه طلبنا منها التشغيل ووافقت هي، بس لكن لحد الان ما فيش خبر من مره في هذا الموضوع. انه بقول لك يا عمي احنا ما بنقدر نشغل اي انسان ان كان احنا فيش عندنا. طب يا عمي طب كيف بتصير الامور؟ طب هذه حديقة بده تشغيل، بيت نسوي بده تشغيل كمان برضه، بده أثاث، بده البيت النسوي. لإيش البيت النسوي راح يكون؟ بيت النسوي مشان دورات للنساء إنجليزية وعربية وعن الصحة وعن الصحة العامة وعن غذاء العالم وعن غذاء الأطفال عن إلى آخر كلياته هذا، وموسيقى كمان في هذا الموضوع. إحنا يعني كجمعية ما فيش عندنا إمكانيات إننا نقدر نشغل هدول الشغلتين اللي البيت النسوي أو الحديقة الأطفال، فيش عندنا إمكانية، فاضطرينا البلدية هي تشغل الموضوع هذا. والبلدية مش بس بتشغل الحديقة هذه، بتشغل حدائق كثيرة. ليش في تل الميدة بالذات ها وقفوا عن تشغيلها؟ ان شاء الله ان شاء الله هذا التساؤل بيكون بيتم الرد عليه ويعني بيتم حلها ان شاء الله. انه رئيس البلديه كمان انه كمان يوافق على الموضوع اللي زي هذا، هذا موضوع يعني مش كتير شائك، يعني كل شيء موجود بس هم يشغلونا اياه، بس عمليه تشغيل. كل الاحترام، شكرا جزيلا لك. وبعدين في كمان شغله ثانيه بالنسبه لموضوع الكهرباء. بالنسبه لموضوع الكهرباء انا حكيت لرئيس البلديه قلت له احنا في عندنا ساعات كثير على الكروت بتطفي في قلب الليل الكهرباء، متى ما طفت في قلب الليل في عندنا عجايز، في عندنا اختياريه، في عندنا اطفال، هذول مرضى وما بنقدر احنا في قلب الليل نروح نعبي الكرت الا غير ثاني يوم، لانه للحواجز الاسرائيليه، عشان الحواجز ووجودكم هي عرقت كل في عندنا يعني صدمه كبيره بالنسبه لموضوع البوابات هذه. يعني احنا قاعدين في قلب سجن، لما انا بتطفي عن الكهرباء، انا كثير طبعت عن الكهرباء على جيراني وكانت تصل في تليفون، طب شو بدي اسوي لكم انا؟ وين اروح الساعه 12 في اليوم الساعه 1 في البيت الصباح ربح؟ وهذا كلام مش صحيح، يعني انه البلديه تفرض علينا انه كل ساعه بكارت، هذا مش صحيح. ان شاء الله بيتم الاستجابه لمطالبكم ان شاء الله، يعطيك الف عافيه. بنتمنى الرئيس البلديه انه يستجيب لهذا الموضوع، وبنشكره كثير على ايه ما هو تعاونه، هو تعاون معنا شغلات كثيره، لكن بده يتعاون معنا في قلب الشغلات هذه. ان شاء الله، شكرا لك. اذا مطالبكم كانت واضحه، هي الحديقه والمركز النسوي، بالاضافه ايضا لحل مشكله الكهرباء وانقطاعها في فترات المساء، مع العلم انه طبعا هؤلاء المواطنين بيعانوا من يعني قبضة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدا، حيث يعني يتم إحكام الإغلاق على منطقة تل الرميدة ومنطقة شارع الشهداء، ولا يسمح للمواطنين بالتنقل في ساعات متأخرة من الليل. بتمنى ونأمل أن يتم حل هذه الإشكالية، وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء. شكرا لكم. إذن كانت هذه هي المشاكل وليست المشكلة التي طرحها سكان حي رميدة في البلدة القديمة في مدينة الخليل. للحديث حول هذه المشاكل ومطالب المواطنين في تلك المنطقة ينضم إلينا المهندس يوسف الجعبري، نائب رئيس بلدية الخليل. أسعد الله مساءك. أهلين، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. يعني ربما لم تستمع للحديث من بدايته، أجمل لكم أهل البلدة القديمة وبتحديد حي رميدة شارع الشهداء، تحدثوا عن موضوع الحديقة وتحدثوا عن موضوع المركز النسوي بالإضافة لمشكلة الكهرباء، ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها البلدية لهذه المشاكل؟ يعني مرة ثانية مساء الخير لك ولكل المشاهدين. بخصوص ما بعرف يعني بخصوص الحديقة، أصلا من قام بإنشاء هاي الحديقة في منطقة تل رميدة المحاصرة هي بلدية الخليل، يعني من قام بإنشاء هاي الحديقة كان هناك قطعة أرض، تم التواصل هناك من خلال بعض المؤسسات، تم إنشاء حديقة من أجل استعمالها من قبل سكان تلك المنطقة في منطقة تل رميدة، فبالتالي تم الانتهاء من هذه الحديقة، وحاليا يتم وضع خطة من أجل تشغيل هذا. متى ممكن تشتغل؟
هي كان كنا يعني احنا حاليا في فصل الربيع الاصل خلال الايام القليله القادمه او الاسابيع القليله القادمه يتم بدء العمل فيها من خلال برامج متعدده في تلك المنطقه من اجل دعم صمود سكان منطقه تل الرميد ان شاء الله. يعني بفهم من كلامك انه لا يوجد اي اعاقات لتشغيل الحديقه. يعني من قام بانشائها بشكل واضح اخي البلدية. من قام بانشاء البلدية. هاي الحديقه هي البلديه قامت بعمل هاي الحديقه وبالتالي هي معنيه بتشغيلها اكثر من غيرها وبالتالي يعني. معنيه بتشغيلها لو البلديه غير معنيه بتشغيل تلك الحديقه لم يصرف عليها الاموال من اجل انشائها. طب الفائدة اللي تتوقع انها تعود على اهالي الحي من هذه الحديقة خاصة في نتحدث عن منطقة محاصرة من الاحتلال يعاني اهلها الكثير بفعل الاجراءات الممارسة هناك على الارض. طبعا يعني ان شاء الله بتعرف تلك المنطقة هي منطقة محاصرة فبالتالي سكانها واطفالها وابنائها بحاجة الى متنفس وهي الحديقة وجدت من اجل ان يكون هناك متنفس لسكان تلك المنطقة. ايضا خلال الاسابيع القليله القادمه سيكون هناك تعبيد وتاهيل الطرق الداخليه في هاي المنطقه. هاي المنطقه هي تقع في قلب مدينه الخليل، منطقه محاصره قريبه جدا من منطقه البلده القديمه وهي تسمى منطقه تل الرميده، وهي قريبه ايضا من شارع الشهداء الذي يصل جنوب المدينه بشمال الخليل مع جنوب الخليل. هاي المنطقه هي مستهدفه من قبل الاحتلال الاسرائيلي بدواعي وجود مواقع اثريه، مواقع يهوديه في تلك المنطقه. هاي المنطقه يوجد فيها عدد اكثر من 300 عائله فلسطينيه تسكن في تلك المنطقه سواء كانت في شارع الشهداء او في تل الرميده. احنا في بلديه الخليل يعني هناك هدف واضح لدعم صمود كل سكان تلك المنطقه حتى يبقوا صامدين ويتم تقديم الدعم اللازم لهم بشكل كامل. ايضا هناك اعفاءات للكهرباء والمياه تلك المنطقه. كان هناك قرار سابق من المرحوم الرئيس الشهيد ياسر عرفات للبلدة القديمة لم يكن يشمل هاي المنطقة، ولكن حديثا تم التواصل وحاليا يتم حصر هاي الأبنية من أجل الاستفادة أيضا من خصم من الكهرباء وخصم من المياه وإعفاء من الضرائب من أجل دعم صمودهم في تلك المنطقة إن شاء الله. طب المواطنين تحدثوا أيضا عن قضية المركز النسوي والحاجة إلى تشغيل وتفعيله. يعني إحنا جاهزين، هناك تواصل مع الإخوان هناك، هناك أكثر من جهة وهناك أكثر من مواطن في تلك المنطقة، يكون هناك تواصل مستمر مع بلدية الخليل. إحنا جاهزين أن يكون هناك تشغيل للمركز النسوي، تشغيل للحديقة التي قامت البلدية بإنشائها. أي شيء مطلوب في هذه المنطقة إحنا جاهزين للجلوس من أجل النهوض فيها إن شاء الله. رح يكون خلال الأيام القليلة القادمة جلوس مع أكثر من شخص حتى يكون هناك تغليب للمصلحة العليا، تغليب للمصلحة الوطنية في منطقة تل الرميد. يعني نتوقع أنه يكون الحديقة تحدثنا أنها راح تكون تعمل خلال فترة قريبة أيام ربما أسابيع. حاليا تم الانتهاء من إنشائها وتجهيزها، كان هناك بعض الملاحظات للمقاول المنفذ للمشروع، حاليا تم تطبيق هاي الملاحظات ومن ثم يتم وضع خطة من أجل يعني من أجل تشغيلها وأن تخدم سكان المنطقة بشكل كامل. طب القضية الأخيرة، يعني السكان طرحوا مشكلة وجودهم في منطقة يصعب الخروج ليلا وبالتالي يواجهون مشكلة في شحن عدادات الكهرباء في تلك المنطقة، لماذا لا يكون هناك استثناء لهذه الفئة تحديدا؟ إن هناك سياسات واضحة في موضوع الكهرباء اللي هي استبدال كل العدادات في مدينة الخليل بعدادات مسبقة الدفع. مع هيك هاي المنطقة تزود بعدادات، يعني في حال قطعت التيار الكهربائي سواء كانت في النهار أو في الليل يستطيع الشحن مباشرة من خلال العداد بدون الذهاب لمدة 3-4 أيام إضافية. بمعنى آخر إنه لو قطعت عنده الساعة 12 في الليل أو الساعة 10 في الليل أو حتى الساعة 1 الظهر لم يستطيع وضع الكارت في هذا العداد وشحن لمدة 3-4 أيام إضافية. ما في إشكالية في هذا الموضوع، يعني العداد إذا طفى ما مش معناته إنه خلص الكهرباء تقطع عن البيت، لا، باستطاعته الشحن مباشرة من خلال الكارت يكون في هناك شحن إضافي وباستطاعته استخدام الشحن الإضافي. أنا أشكرك كل الشكر للمهندس يوسف الجعبري نائب رئيس بلدية الخليل على هذه التفاصيل والمعلومات والوعودات أيضا بحلحلة المشاكل التي تواجه الناس في حي تل رميدة في البلدة القديمة في مدينة الخليل. كل الشكر لك. إذن الملف الثاني هو كان من محافظة الخليل وتحديدا من البلدة القديمة. القضية الثالثة من قطاع غزة وهي مناشدة لمواطن لا زال يبحث عن حلم السفر لاستكمال رحلة العلاج. الزملاء في مكتب غزة زاروا على هذا المواطن وعادوا لنا بالتقرير أو المادة التالية. اللي حصل معايا صدفة انه انا عملت تحاليل هيك
عادي كأي إنسان بعمل تحليل في 10/8 ما قبل 10/8 بيومين ثلاثة بتفاجأ في عندي مشاكل في حاجات تخص الهيماتولوجي في الدم. المشكلة عندي تختص بنشاط وعمل الكبد بالإضافة لدوالي مريء من الدرجة الرابعة. طبعا هذه من الدرجة الرابعة تعتبر عندنا في لغة الطب يعني درجة خطرة لأنه ممكن يصير في أي لحظة نزيف ولا يتوقف وتضخم في الطحال. هنا الأطباء مشكورين دكتور محمد زغبر قام بالواجب وكتب لي تحويلة على مستشفى النجاح تحديدا على دكتور قصي عبده. هذا مستشفى النجاح هو أخصائي الكبد وجهاز الهضمي ومشاكله. كل فترة بعمل موعد جديد وفحوصات جديدة وتحاليل جديدة وبجيني عبر التنسيق من عند الأخ رفعت محسن لسه اسمي بالفحص في إيرز. هل المشكلة في إيرز نفسها؟ هل التأخير اللي أنا فيه؟ طبعا أنا كل لحظة بتمر علي تأخير كان تأخير في إعطاء في أخذ العلاج المناسب. بتعرف الإنسان دايما بكون دايما بحالة ارتباك وخوف وبالمستقبل وظروفنا الاقتصادية الصعبة اللي بنمر فيها جميعا. بدك يعني توصل لنتيجة بالضبط لتشخيص سليم لحالتي وللعلاج. فطبعا أنا كنت محول على مستشفى النجاح تخصصي في سبيل العلاج وربط عملية الدوالي وعمل فحوصات متقدمة. طبعا هذه الشغلات مش موجودة هنا. عمل فحوصات متقدمة مش موجودة هنا. هل الكبد عندي في حالة تلف كامل؟ هل الشغلة يعني الطحال عندي فشل تماما؟ عملية الدوالي اللي أنا فيها قديش مدى الخطورة تبعتها؟ يعني حقيقة الأمر في غزة بس كانوا عايزين يربطون الدوالي. بناء على التحويلة اللي بين ايديا لازم أنا أروح يعني للمستشفى المتقدم هذا في سبيل إني أحصل على خدمات طبية متقدمة. أنا اشتغلت 35 سنة في الصحة وبعرف إمكانيات الوزارة في الأماكن المناسبة وخدمنا الناس كتير. فعند نفسي انا نفسي مش قادر اخرب نفسي فصرت يعني في الاخر سلمت في الامر وفي الاخر الراي اللي كاتبه ربنا بصير. اذا كان كل مره بده يجيني ورقه فحص زي هيك وانا مش قادر اخدم نفسي هيكون صعب علي. يعني انا واحد من 10,000 مريض 15,000 مريض بنتظروا برضو الموعد هذا يعني موعد الموت او موعد انه يعبر ايرز. فأصبحت مع دخول إيرز أصبح بده يعني كأنه شغلة صعبة جدا في سبيل العلاج. بالرغم أنه قلت لك قبل كده أنه أنا دخلت رام الله ثلاث مرات في سفر وكان طبيعي جدا أمره عادي بدون أي خلل. اليوم ليش أنا في تحويلة طبية تختص حالتي الصحية كعمل إنساني ممنوع أخش إيرز حتى الآن كلمة فحص يعني 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 خلص فحص روح متى هيجيني الموافقه او مش هذا ما بعرفش. انا في الفتره الاخيره لما الدكتور زكريا اللوح مسك اداره العلاج بالخارج معي تغطيه 100% للعلاج على فكره يعني الراجل قدمت له الورق الجديد عشان احصل على موعد. قلت يمكن تغيرت الادارات يمكن يصير في ايه امل. لليوم انا مقدم لي شهر تقريبا اوراقي للحصول على موعد جديد من العلاج من مستشفى النجاح موعود انه يجينا امبارح كان. فلغيت الان ما جانيش الموعد حتى قبل مرة التنسيق. جانا اخر موعد قبل 4 ايام اخر موعد جاني للنجاح قبل 4 ايام من موعد السفر. وهذا لا يجوز انه انا اسلمه اليوم وبعد 4 ايام اروح اوديه على التنسيق. يعني اليهود ما بيقبلوا الا اقل شيء 10 ايام يكون عندهم الورق. هذا الاشي طبعا بأثر. لا تنسي انه الحالة النفسية والعائلة والاولاد وكلهم بنتظروا يعني فارغ الصبر نهاية الموضوع المأساة هذه.
الأمانة يعني الواحد بيخدم الناس وبقدم خدمة للناس بلا حدود كنا بكل الحروب بكل المشاكل الناس كنت عايش بين الناس. هالوقت أنا مش عارف يعني أعيش مع نفسي من الحالة اللي أنا فيها. الخوف ينتابني طبعا ويعني كنا حنمرض كنا الله أعلم ونحن وصل لكن في الآخر برضو بتأمل الإنسان خايف ومرتبك طالما هو مش عارف إيش اللي عنده لحتى الآن. يعني أنا بتمنى من المسؤولين كلهم وعلى رأسهم سيادة الرئيس نفسه والمسؤولين ما بعد ذلك اللي بالوزارة أو بالأجهزة الأمنية النظر إلي بعين الاعتبار. أنا خدمت وزارة الصحة 35 عام عايز خدمة واحدة بس إن أنا أعدل العلاج لمستشفى النجاح حتى يستقر الشيء في دماغي وأعرف أنا وين من الحالة المرضية اللي أنا فيها. هذا اللي بتمنى يعني بكل يعني أمنياتي إنه كل إنسان بيقدر يساعدني للحصول على دخول إيرز للعلاج في مستشفى نابلس تخصصي أنا بكون ممنون له بشكل يعني كبير جدا. وبالإضافة لذلك أنا بشكر فضائية النجاح على قيامه بهذا المجهود وبحيي كل العاملين فيها اللي بنقلوا واللي حينقلوا الصورة تبعتي كما هي. إذن كانت هذه قصة المواطن عماد الكحلوت، هي ليست قصة لأنها هي واقع ومعاناة يعيشها عماد والكثير من المرضى الآخرين. للحديث حول هذه القضية مع المعنيين انضم إلينا مدير دائرة التنسيق في وزارة الصحة سيد رفعت محيسن. أسعد الله مساءك. أسعد الله مساءك ومساء كل المستمعين، حياك الله. يعني طلعت أو استمعت إلى جزء كبير من المعاناة التي يعيشها عماد الكحلوت للوصول إلى مدينة نابلس وتلقي العلاج، كيف يمكن المساهمة في حلحلة مثل هذه القضية؟ الحقيقة هو المشكلة مشكلة عامة بتخص جميع المرضى الحقيقة. خلال السنتين الأخيرتين يعني ترى تدهور كبير في، وأعتقد أنا الأمر لدى الجانب الإسرائيلي مرتبط بسياسة خاصة تجاه قطاع غزة تحديدا، وأكثر فئة تضررت من هذا الموضوع طبعا المرضى. طبعا الجانب الإسرائيلي رفع سن الفحص الأمني من 32، يعني كانت الحالات أو المرضية الواقعة بين سن 16 و35 كانت بترسل للفحص الأمني، والآن من يعني من قبل سنتين تقريبا تم رفع سن ل 55. يعني كل من هو واقع بين 16 و55 بيذهب للفحص الأمني، وبعض الحالات بتستمر في الفحص الأمني من شهر أو أكثر، في 3 شهور حالات وبنرسل لها طلبات وبنتابعها، وللأسف أحيانا كثيرة ما فيش ردود على المرضى ولا سلبا ولا إيجابا. وهذا بنفس الواقع اللي بنحكيه بالنسبة لموضوع أخونا عماد، يعني كذا طلب أنا عندي موجه للجانب الإسرائيلي ومرفوع، وفي كل مرة بيجينا في الفحص الأمني عليه لحتى الآن. وفي له طلب جديد هو في 14/5 يعني مقدم من كم يوم، وإن شاء الله نرجو الله أن يكون فيه له رد في خلال الفترة. الحقيقة هذه المعاناة مستمرة، وبالذات مرضى السرطان يعني أكثر فئة متضررة الحقيقة عندنا في غزة اليوم مرضى السرطان والأمراض المزمنة زي مرض الأخ عماد اللي هو تليف كبدي، وفي كثير أنواع من أنواع العلاجات والفحوصات مش موجودة صحيح، وبالتالي بيتم تحويل هذه الحالات بعد المرور على اللجان الطبية في غزة اللي بتقرر إنه هذه الحالات لا يوجد إلا علاج وعدم إمكانية توفر علاج في غزة. وبالتالي بنقوم برفع، والوزارة الصحة بتعطينا تغذيات مالية وبنحجز مواعيد في المستشفيات وبنتقدم بالطلبات للجانب الإسرائيلي، لكن أحيانا بنقابل إما بالفحص الأمني ومشاكله اللي تمتد أحيانا لفترات طويلة أو بالرفض في كثير من الحالات، يعني كمان في حالات كثيرة بنأخذ عليها رفض. والتأخير أحيانا هذا بسبب مشاكل وتدهور في الحالات المرضية الموجودة للأسف بتؤدي للوفاة في كثير من الأحيان. يعني وهذا رفعنا حالات التأخير والرفض كيف تتعاملون معها في الوزارة؟
الحقيقة حالات الرفض احنا بنحاول فيها بقدر استطاعتنا وبتساعدنا فيها في بعض الأحيان منظمات حقوق الإنسان في غزة اللي بتقوم أحيانا في بعض الحالات برفع قضايا في محكمة العدل الإسرائيلية في بأسماء هؤلاء المرضى وبتوكيل مراكز حقوقية في الطرف الآخر أيضا لتتولى هذا الأمر، وبنتابع معهم أيضا في كثير من هذه القضايا لغاية الوصول في قضايا بنحصل فيها عليها على موافقات بعدها، وفي قضايا للأسف أيضا لا يتم الحصول إلى على موافقة. الواقع اللي موجود في غزة واقع صعب بالنسبة للمرضى حقيقة، بتزداد صعوبته بمرور الأيام أيضا. يعني الغريب في قصة عماد أنه قال أنه توجه إلى رام الله 3 مرات على ما أعتقد، صحيح، في السابق، واليوم يواجه صعوبة في الوصول. مش بس هيك، يعني في بعض الحالات اللي بتذهب للمستشفيات للعلاج الكيماوي على سبيل المثال مرضى سرطان، بتاخذ جرعة أو جرعتين وفجأة بقول لك هذا رفض أمني أو نزل عليه منع أمني. هذا الواقع اللي موجود للأسف. يعني ليش؟ عشان إيش؟ طبعا الأمور ما في تفسير ولا في تبرير من الجانب الإسرائيلي. طبعا الكل عند المنع الأمني ما بيعطي أي تبريرات أو بيعطي أي أعذار. يعني في قضية عماد أخيرا، هل يمكن أن تكون هناك ضغوطات أو تدخل من قبل مؤسسات حقوق إنسان أو مؤسسات دولية لمساعدته؟ تحديدا هو الآن على فكرة معنا على الهواء ويستمع لمداخلتك. بالتأكيد بتساعد معنا، وإحنا يعني كثير من الحالات يعني تعاوننا مع المراكز الحقوقية، أعطاهم البيانات، أعطاهم التفاصيل، وبنعمل سويا في نفس الإطار يعني في سبيل الحصول على الموافقات. طبعا الوزارة أيضا في الاجتماعات في المناقشات في كثير من الأحيان بيتم طرحها من خلال اللجنة المدنية في غزة، ومن خلال وزارة الشؤون المدنية، ومن خلال وزارة الصحة أيضا احنا نتابع هذه الحالات على مدار اليوم. بنأمل أنه في القريب العاجل إن شاء الله وعلى الموعد القادم للأخ عماد أنه نتمكن من الحصول له على موافقة. أنا أشكرك مدير دائرة التنسيق في وزارة الصحة السيد رفعت محيسن، وأشكر أعزائي المشاهدين، أشكر لكم أيضا على حسن المتابعة السيد عماد الكحلوت، أشكرك أيضا على انضمامك لنا. بالتأكيد استمعت إلى إجابة وزارة الصحة ومدير دائرة التنسيق السيد رفعت محيسن. سيكون هناك طرح للقضية من خلال المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي هذه الحلقة من برنامجي في البلد، نلقاكم على خير في الأسبوع المقبل، تصبحون على خير.